فيما مضى كان وهج الصباح الدافئ يملأ جسمي العجوز بالفرح، ولكن الآن منظر كل فجر جديد يملأني بالقلق. الشمس مرشل من الغازات الحارة المشتعلة لأكثر من 4,500,000,000 سنة أبقتنا حرارتها أحياء، ولكن وراء ذاك الدفء يكمن خطر خفي. فأشعة ما فوق البنفسجية المميتة أو يوفي قد تؤذي أشكال الحياة كلها على كوكبنا. لحسن الحظ أننا محميون بواسطة مجموعة باسلة صغيرة من المدافعات عند أقصى أطراف الفضاء. جزئيات الأوزون التي تشكل طبقة أوزون كوكبنا رغم حجمها الصغير حاميتنا الأوزونية قوية جدا وذكية. وهي تسمح بدخول دفء الشمس مانح الحياة بينما تتصدى للأشعة ما فوق البنفسجية المميتة. وكانت الأمور لتستمر على هذا النحو إلى الأبد لولا ظهور تهديد جديد من الأسفل. الكلوروفلوروكربونات المعروفة أكثر بالCFC هي المواد الكيميائية التي تبرد مكيفاتنا وثلاجاتنا. مركبات CFC آمنة داخل الآلات، ولكنها عندما تنبعث فإنها تبدأ رحلة تدوم 25 عاماً إلى أعلى الغلاف الجوي حيث تنقض على طبقة الأوزون بلا رحمة. وعندما تضطر جزئيات الأوزون إلى محاربة الأشعة ما فوق البنفسجية ومركبات CFC فإن طبقة الأوزون ستضعف وتخرق. ألبرتا ألباتروس يا صديقي الصغير، ومن تكون أنت؟ أوزي أوزون، تشرفت بمعرفتك، لكن أخبريني من فضلك، ما الذي يجري فوق الأرض؟ لنذهب ونرى. المواد الكيميائية التي هاجمتك هي CFC، إنها تستخدم في آلات البشر منذ أكثر من 50 عاماً، وهي آمنة شرط ألا تنبعث في الجو. عندما أدركت الدول المتطورة أن هذه المواد الكيميائية خطرة استبدلتها بمنتجات غير مضرة بطبقة الأوزون. ولكن بعض البلدان كهذا ما زالت متمسكة بالعادات السيئة القديمة. مبيدات الحشرات الضارة كميثايل برومايد قد تكون بالخطورة عينها، والصناعات ليست وحدها الملامة. يجب أن نرضعهم ألبرتا. يمكننا أن نحاول. المعذرة سيدي. سيدي هنا، آسف لإزعاجك. أتدرك أنك تطلق مواد كيميائية خطيرة عندما تحطم الثلاجات القديمة؟ الجزيئيات التي تطلقها ترتفع في السماء وتتسبب بالمشاكل لنا جميعا، فأرجوك لا تفعل هذا مجددا. الأشعة ما فوق البنفسجية، احترسي. أرجوك لا تخف، نريد حمايتك فحسب. Thank you.
تفعل هذا؟ بعض المطافئ تستخدم جزئيات هيلن التي تهاجم طبقات الأوزون أيضاً. أصيب بتلك السفعة البالغة لأن المواد الكيميائية كتلك التي أطلقها للتو تدمر طبقة الأوزون الواغية التي صنعناها في أعلى السماء، ونحن لا نحاول منع سفعات الشمس فحسب. الأشعة ما فوق البنفسجية تجاعد بشرتكم وتجعلكم تبدون أكبر سناً، كما تتسبب بسد في عيونكم قد يؤدي إلى العمى، وقد تضعف مقاومة الجسم الطبيعية للمرض. والأسوأ من ذلك، أثناء نمو أجسامكم الصغار أمثالكم بالأخص هم في خطر، لأن الأضرار الناجمة عن اليوفي قد تسبب السرطان. لا تخافوا، هذه مسألة خطيرة، ولكن هناك طرقا لحماية أنفسكم. احموا بشرتكم عبر تغطية أذرعكم وأرجلكم، اعتمروا قبعة لحماية وجوهكم، ضعوا النظارات الواقية من الشمس لحماية أعينكم، وغطوا الباقي بالمرهم الواقي من الشمس. ابقوا في الداخل عندما تكون الشمس حادة، وحاولوا دوما البقاء في الظل، واطلبوا من ذويكم أن يحرصوا على أن تطرح الثلاجات والمكيفات القديمة على يد تقنيين مخولين، أي أشخاص مدربون خصيصاً لن يسمحوا بانبعاث CFC. هذا مهم جداً بالنسبة إليكم وبالنسبة إلى أولادكم، إذ حتى إن لم تطلق مواد كيميائية مضرة أخرى في الجو، فإن الأمر سيستغرق 50 عاماً على الأقل كي نصلح طبقة الأوزون كلياً. هل تساعدوننا؟ والآن ألبرتا، بعد كل ما رأيته هنا أود العودة إلى العمل. أخبروا ذويكم وأساتذتكم وأصدقائكم عن الأمور التي تعلمتموها، ولا تنسوا الفتية والفتيات حول العالم يمكنهم أن يحدثوا فرقا، إذ فيما يتعلق بحماية البيئة لكل خطوة أهمية. شكراً على كل شيء ألبرتا. أنا أشكرك أوزي. لا تنسوا الفتية والفتيات حول العالم يمكنهم أن يحدثوا فرقاً، إذ فيما يتعلق بحماية البيئة لكل خطوة أهمية.